مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة منوعة لنستعرض معكم أهم أخبار مملكة البحرين الغالية والتي طالعتنا بها الصحف المحلية في طبعاتها لهذا اليوم الخميس الموافق للسادس من شهر ديسمبر لعام 2018، وإلى أبرز ما جاءت به الصحف المحلية من عناوين. نبدأ مع صحيفة الوطن والتي استهلت في أولى صفحاتها: تقدم مستمر بالشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة بالمجالات العسكرية والدفاعية. فوزية زينل للوطن: آن الأوان لتحويل الأقوال إلى أفعال بالنواب. هذا ولفتت صحيفة أخبار الخليج: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك. بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، وفد اقتصادي بحريني يلتقي بمئة مستثمر هندي في مومباي. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: سمو رئيس الوزراء تطور مستمر بالعلاقات مع تايلاند. وأخيرا من صحيفة الأيام والتي أبرزت على صدر صفحاتها: استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة، خلف للأيام لا تراخيص لهدم البيوت القديمة إلا بموافقة الثقافة. مرشح وحيد لرئاسة النيابي وثمانية مرشحين للنائبين الأول والثاني. في الشأن الرياضي نقرأ من صحيفة الوطن أن اليوم ستقام بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي بخليج البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. إلى ذلك وفي الشأن البلدي لفتت صحيفة الوطن أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أعلن عن نجاح المرحلة الأولى من مبادرة إكثار النخيل، مشيرا إلى أن المشروع في مرحلته الأولى وأنهم يستهدفون من خلال هذا المشروع في المرحلة الأولى والثانية إلى زراعة ما يزيد عن 12 ألف فسيلة في عموم شوارع مملكة البحرين. كتب فريد أحمد مقالا في صحيفة الوطن بعنوان شيء عن المجلس النيابي الجديد، إليكم المقال بصوت الزميل محمد خليفة. الذين وصلوا إلى مجلس النواب هم ممثلو الشعب، ولولا ثقة الشعب في قدراتهم، ولولا أن هذا الشعب يأمل أن يحققوا له وللوطن المكاسب لما وصلوا إلى المجلس. بناء على كل هذا صار من حق هؤلاء النواب الحصول على الفرصة التي يثبتون من خلالها قدراتهم، وهذا لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها. ما قد لا يعرفه البعض هو أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حريصون أشد الحرص على نجاح المجلس الجديد. نتحول إلى صحيفة البلاد لنقرأ منها أن وزير شؤون الإعلام علي الرميحي استقبل يوم أمس وكيل وزارة شؤون الإعلام عبد الرحمن بحر، والذي أهداه نسخة من رسالته التي نال من خلالها على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة من كلية ليفربول لإدارة الأعمال، والتي ركزت على البعد الاستراتيجي لبعض العوامل المؤثرة على عمليات التبادل المعرفي في منظمات القطاع العام.
نشرت صحيفة البلاد أن الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة ينظم في يومي الجمعة والسبت بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية الوطنية التاسعة، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة. نشرت صحيفة البلاد مقالاً للكاتب عبد علي الغسرة بعنوان سمو رئيس الوزراء خدمة الوطن والشعب، إليكم المقال بصوت الزميلة عبير مفتاح. نقول شكراً يا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على كل خطواتك الإنسانية وعلى كل ما تبذل من جهد من أجل بلادك وشعبك وما حققت لنا، وشكراً على تقديرك الدائم لمن يشاركك في الرأي الوطني، وشكراً لك على توجيهك الدائم للوزراء وكل المسؤولين بجعل المواطن البحريني غايتهم في العمل، وشكراً لك لأنك أنت الذي جعلت الإنسان البحريني الغاية والهدف الأساسي للتنمية الوطنية، وأنت الذي فضلت وأمرت بأن تكون كل موارد وإيرادات الدولة في خدمة المواطن البحريني. وكما قلت دائما يا صاحب السمو إن التنمية البحرينية غايتها وهدفها الإنسان البحريني. شكرا على تحمل عبء الوزارة لهذه السنوات من عمرك المديد، وهي مسؤولية كبيرة لا يتحمل عبئها إلا الجديرون والقادرون ومن خصهم الله بهذه الصفات وأفضلها. شكراً لما قدمت وأعطيت من وقت وبذلت من جهد، ومنذ أن تبوأت مسؤولياتك الوطنية الإدارية والمالية عانقت هذا الوطن جهداً وحباً وآمالاً، وبذلت لأجله ولأجل شعبه أكثر مما تستطيع، فحضنك الوطن وعشقك شعبه. شكرا لسمو الأمير العين الحارسة والساعد النبيل الممتد للخير والعطاء، العطاء الذي قد تعجز عن شكره أحرف الدنيا وكلماتها. فشكرا يا صاحب القلب الذي يتسع ويحب الجميع، شكرا خليفة بن سلمان. لأن العطاء سر السعادة، نشرت صحيفة أخبار الخليج أن مملكة البحرين احتفلت يوم أمس مع سائر دول العالم باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي جاء هذا العام بعنوان المتطوعون يساهمون في بناء مجتمعات قادرة على الصمود، برعاية الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة حافظ محافظة العاصمة. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن النادي العالمي للإعلام الاجتماعي ينظم منتدى رواد الأعمال الاجتماعي في نسخته السادسة في يوم السبت المقبل، والذي يهدف على المحافظة على تشجيع الشباب البحريني للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة في مجالات التسويق والتدريب والتوظيف في مجال الإعلام الاجتماعي. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن فعاليات المهرجان الوطني الأول هلا ديسمبر سيبدأ مساء اليوم ولمدة 3 أيام بمشاركة بحرينية وخليجية واسعة لأصحاب المشاريع الشبابية في منطقة الخليج العربي ونخبة من رواد الأعمال. في تصريح خاص لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لصحيفة الأيام، أكد أن البلديات الأربع ملتزمة بعدم إصدار تراخيص هدم وبناء المنازل القديمة للعقارات الواقعة في المناطق القديمة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار، نافيا فك الارتباط بين البلديات والهيئة. وفي الشأن التعليمي، نشرت صحيفة الأيام أن الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي
كرمت مدرسة العروبة الابتدائية للبنات، وذلك لحصولها على تقدير ممتاز في تقارير مراجعات أداء المدارس الحكومية لثلاث دورات متتالية. وإلى المحطة الأخيرة مع طرائف الكاريكاتير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة الصحفية لهذا اليوم. نتمنى لكم إجازة سعيدة وموفقة، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن. في أماني وحفظي ورعاية الخالق، وإلى اللقاء.